والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لنا يوم 31/7/2024 مداهمة حتى وكار الميليشيا. شوف عندهم كورنيت طرف أم كورنيت وين شهر كورنيت 31/7 مذخر جاهز نضربه مذخر جاهز 31/7/2024 الله أكبر دك هل بس الأسلحة هذا حقهم ده كله حقهم الله أكبر ده كله حنستخدمه ضدكم انتم دبهم الله أكبر.